مغلق. يعني ايه بقى؟ طبعا هو مش الشط هو المغلق، البحر هو المغلق بمعنى اصح. اتعرف بيك محمد ابو المعار، كابتن محمد ابو المعار. كابتن محمد منقذ في شاطئ بورسعيد، منقذ وماجستير تربيه رياضيه ما شاء الله. قول لي بقى انت النهارده بتقولهم ايه؟ يعني ايه الحكايه؟ يعني اخرهم على الشط عشان البحر عالي، الموج عالي والريح شديد، فاصبح ان كده حالات الغرق هتكون يعني اشد خطوره علينا. على المنقذ هو نازل ينقذ، هتبقى في خطوره على المنقذ وعلى الغريق. انا ما اعرفش انتوا ازاي هتنزلوا تنقذوهم في جو زي كده يعني. لازم ننزل لازم ننزل، بس هتبقى نسبه المخاطر عاليه جدا يعني. تمام، بالتوفيق. النهارده كان في حالات غرق قدرتوا تنقذوهم؟ الحمد لله الحمد لله، حالتين يعني الحمد لله. بنتهز الفرصه دلوقتي مع حضرتك وبقول تحذير لكل الناس على شواطئ مصر كلها، خلي بالكم المية فيها سحب شديد جدا جدا، على قد ما تقدر لو نزلت المية انزل بلبط كده على الشط، ما تحاولش تنزل لان ما بيغرقش غير اللي بيعوم، بينزل جوه والامواج ما بينفعش فيها عوم ولا سب ولا سباحه ولا اي حاجه، حتى لو بيعوم المية بتسحب جوه وما بيعرفش يوصل. احنا معظم الحالات اللي بتغرق على مستوى مصر معظمهم بيعوم، بس الطيارات العاليه دي والامواج العاليه والنوات دي ما ينفعش فيها سباحه. فانا بنصح الناس ما تحاولش تدخل جوه لغايه ما النوه دي تخلص.